بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. وصلنا في محاضرتنا إلى البرايمر ديزاين. وكما قلنا أن البرايمر عبارة عن قطعة صغيرة من الدي ان اي، سينجل ستراند، مكملة للدي ان اي أو مكملة للتمبليت، انتي بارل بمعنى أنها ترتبط عكسيا. ال دي ان اي او التمبلت بيكون 3 5، وال ارتباط البريمر بيكون بالشكل المعاكس او الشكل المضاد، بمعنى 5 3. طبعا كمية البريمر التي يجب أن تضاف لرياكشن البي سي آر، أو يمكن أن تضاف لرياكشن البي سي آر، من 0.1 إلى 1 مكرو مول لكل برايمر. زيادة هذه الكمية عن الحد المطلوب أو ارتفاع كمية زيادة التركيز في الرياكشن يسبب لنا أو قد يزيد لنا من ظهور البند أو وضوح البند المطلوب، ولكن الزيادة عن الحد المطلوب تؤدي إلى زيادة المسبريمينج. بمعنى المسبريمينج معناها الارتباط الخاطئ للبريمر في المكان أو في أماكن أخرى غير المنطقة المستهدفة من الدي إن إيه. نتيجة المسبريمينج النان سبيسيفيك بوند، اللي هي القطع غير أو غير الاختصاصية التي غير أو غير مطلوبة لنا في البي سي آر. كذلك يؤدي هذا الارتفاع في كمية البريمر إلى ظهور البريمر ديمر. لاحظوا في الشكل المقابل القطعة الخاصة أو المطلوبة لنا هي عبارة عن البيتا أكتين 1.5 كيلو بيسبير أو 1500 بيسبير. عند ارتفاع أو عندما كان تركيز البريمر مرتفع، نلاحظ ظهور حاجة النان سبيسيفيك اللي هي المؤشر لها باللون الأزرق، والبريمر ديمر الأسفل هذا اللي هو آخر جزء المؤشر باللون الأخضر. في المربع أو المستطيل المجاور يبين لنا تراكيز البريمر. الأول عبارة عن ماركر يتم من خلاله قياس الحجم للـ DNA. التركيز الثاني 0.4، 0.2، 0.1، 0.75 من 1000. لاحظ كلما قل التركيز، كلما قل التركيز للبريمر ضاعت أو بدأت تخف هذه القطع النان سبيسيفيك والبريمر ديمر. هناك بعض القواعد التي يجب أو requirement for primer design، القواعد التي يجب مراعاتها أثناء عملية أو أثناء تصميم البريمر أو اختيار البريمر. طبعا أول شيء اللينث أو الطول يجب أن يكون ما بين 20 إلى 30 أو 18 إلى 30 بمتوسط، معمولا متوسط 25 بيسبير. زيادة هذه الكمية أو زيادة عدد البريمر أو طول زيادة طول البريمر يؤدي إلى إعاقة عملية الارتباط أو تأخير أو احتياجه لدرجة حرارة أكبر لعملية الارتباط، وبالتالي تأخير عملية الارتباط التي يمكن أن تؤدي إلى عدم الارتباط وعدم الامبليفيكيشن أو الإنتاج للقطعة المطلوبة. هذا الطول الزائد أو عدم الارتباط في المنطقة المطلوبة نتيجة أنه زيادة طول البريمر يؤدي إلى تكون السكندري ستراكشر أو الهيربن، بمعنى التفاف البريمر حول نفسه. بدل ما يروح البريمر يرتبط في المنطقة المطلوبة، يرتبط حول نفسه ويعيق عملية الإيش أو يقلل من عمليات الارتباط بالتارجت جين أو الهدف. قلة طول البريمر أو انخفاض أو نقص عدد النيكلوتيدات في البريمر يؤدي إلى انخفاض الاسبيسيفيسيتي أو الاختصاصية، والذي ينتج عنه النان سبيسيفيك. عندما يكون البريمر صغير يمكن أن يلتصق بأي مكان
من الدي ان ايه، وبالتالي ارتباطه في اي مكان من الدي ان ايه يؤدي الى ظهور النان سبيسيفيك او البند الغير مطلوب اللي هو الغير اختصاصي، والذي نحن في البي سي ار دائما نبحث عن ازالة هذه الاجزاء. طيب، الجزء الثاني الجي سي كونتاينت، يجب أن تكون كمية أو مقدار الجي سي كونتين 40% إلى 60%، 40 إلى 60%، بمعنى أنه الجي سي يجب أن يكون ما بين 40 إلى 60، يعني عدد النوكليوتيدات الموجودة في البريمير جي أو سي يجب أن تكون ما بين 40 إلى 60، متوسط 50. ما هو السبب في هذا الشرط؟ وجود الجي سي أو النوكليوتيدات جي و سي في البريمر تزيد من ارتباط البريمر بالتمبلت واستحكام ارتباطه بالمكان المخصص له، لأن النوكليوتيدات جي و سي تحتوي على 3 روابط هيدروجينية، وبالتالي تكون أقوى في عملية الارتباط ما بين البريمر وشريط الدي ان ايه التمبلت. الشيء الآخر الميلتينج تمبريتشر أو الميلتينج والأنلينج تمبريتشر. طبعا الميلتينج تمبريتشر هي عبارة عن درجة الحرارة التي يكون عندها نصف أو 50% من دي ان ايه الدبل ستراند قد تحول نتيجة الدينتريشن داخل أنبوبة الاختبار إلى سنجل ستراند. الانلينج تمبريتشر اللي هي الدرجة التي يتم ضبط البي سي ار او جهاز البي سي ار عليها، هي عبارة عن 5 إلى 10 درجات اقل من التي ام او الميلتينج تمبريتشر. اذا اهمية حساب الميلتينج تمبريتشر هو للوصول او التوصل ل درجة الحرارة المناسبة للانلينج، يعني نحن نبدأ نحسب التي ام وبعدين ننقص منه 5 إلى 10 درجات ونبدأ نضبط الجهاز أو جهاز البي سي آر على هذه الدرجة، وعندما تظهر لدينا سبيسيفيك نبدأ نرفع درجات الحرارة، سنتكلم عن هذا فيما بعد. إذا الميلتينج تمبريتشر عبارة عن تي ام ناقصا 5 أو 10 درجات مئوية من التي ام. الشرط الآخر اللي هو السيكونس، يعني ماذا يجب أن شكل البريمر أو السيكونس الخاص بالبريمر. أول شيء يجب أن في رأس البريمر يجب أن نتجنب وضع 3 نوكليوتيدات سي 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 أو جي 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 في البريمر، وذلك كون هذه النوكليوتيدات السي سي أو الجي جي دائما متوفرة بشكل كبير في جينوم الكائنات الحية بشكل عام، وبالتالي إمكانية ارتباط الدي إن إيه في أي مكان آخر غير المكان المخصص له أو تعطي فرصة كبيرة لارتباط البريمر في أماكن غير الأماكن المخصصة له. وبالتالي أيضا عندما ترتبط السي سي سي اللي هي 4 أو 3 نوكليوتيدات في الثريبرين سي 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 أو جي جي جي، عندما ترتبط في غير اختصاصية من الصعب إزالتها نتيجة أنها تحتوي على 3 روابط هيدروجينية، وبالتالي عملية الأوبتمايزيشن أو ضبط التفاعل إلى الوصول إلى النتيجة الجيدة يحتاج إلى وقت أو يكون متعب، أو ربما لا نستطيع أن نحذف هذا النان سبيسيفيك نتيجة استحكام ارتباط الـ3 النوكليوتيدات اللي هي من السيستوزين أو الجوانين إذا كانت في أول البريمر. إذا دائما أول البريمر لابد أن يحتوي على السي، ولكن لا تتكرر السي والجي في بداية الـ3 النوكليوتيدات الأولى بشكل مترتب سي 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 أو جي جي جي. ممكن نقول سي جي تي اي هكذا، يعني بداية الـ4 النوكليوتيدات الأولى يجب أن تكون لا تكون من نوع واحد سي أو من نوع واحد جي سي 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 جي جي جي. الشيء الآخر يجب أن لا يحتوي البريمر عند الثري برين على مس ماتش لنص البريمر، يعني أنه البريمر لا يكون مكمل أو منطقة ارتباط للبريمر بنفسه أو منطقة ارتباط الأشياء الآخر، ارتباط البريمر أيضا بالبريمر الآخر، أنه ما يكون في معنى مكمل،
يعني الفورورد لا يكون مكمل للفورورد، او لا يوجد على البريمر نفسه اماكن لعمليه الارتباط. يعني مثلا جزيء الفورورد يجي يرتبط مع جزيء الفورورد، يعتكس ويرتبط مع جزيء الفورورد الاخر الموجود بالتفاعل، الريفرس والفورورد، او الريفرس لحاله مع نفسه. او هناك انواع مختلفه بنتكلم عنها كيفيه ارتباط البريمر وتكون السكندري ستراكشر داخل الرياكشن. الحاجة الأخيرة أنه يجب أن لا يكون هناك أو لا تكون البريمرات مكملة لبعض. مثلا الفورورد يكمل الفورورد، أو الريفرس يلتصق مع الريفرس، أو الفورورد يلتصق مع الريفرس. في هذه الحالة عندما يرتبط الفورورد مع الريفرس تتشكل قطعة صغيرة تسمى بريمر ديمر اللي بنتكلم عنها. هي عبارة عن وشفناها في الصورة الأولى أنها أصغر أو أقل قطعة تكون على جل الأجاروز، هي عبارة عن البريمر ديمر نتيجة ارتباط اثنين من البريمرات مع بعض وتكوين قطعة أو دبل ستراند. يقوم الدي إن إيه بوليميراز بعملية البناء لهذه القطع. طبعا في هذا السلايد نتكلم عن الميلتنج تمبريتشر، زي ما تكلمنا انه هي عباره عن درجه الحراره التي يكون عندها نصف الدي ان اي قد تحول الدبل ستراند او المزدوج تحول الى سنجل ستراند. طبعا يتم او يمكن معرفه التي ام او تتاثر هذه التي ام باكثر من عامل، اللي هي طول البريمر. كلما طال البريمر كلما زادت التي ام، البيز كومبوزيشن كلما زادت السي والجي داخل البريمر زادت درجة التي ام، وأيضا الكونسنتريشن. طبعا يتأثر ببعض الأملاح الموجودة في البي سي ار، ولكن ليست بالتأثير الحقيقي أو الشديد على البريمر. طبعا كيف يتم حساب التي ام؟ يتم حساب التي ام من خلال مجموعة من القوانين. أسهل القوانين التي يمكن أن تستخدم في هذا المجال هي أن التي ام تساوي 2 اي زائد جي زائدا 4 جي زائدا سي، بمعنى انه اجمع الاي والتي واضربها في 2 للبريمر، واعد الجي والسي الموجوده داخل البريمر واضربها في 4، المجموع يسمى تي ام. الالينينج تمبريتشر 5 الى 10 درجات اقل من هذا الدرجه. طبعا في قانون اخر اللي هو 81.5، هذه ثوابت مضروبه في لوج الايون الصوديوم ونسبة السي والجي واللي هو عدد النوكليوتيدات. طبعا هذا قد لا يكون الان متاح لنا او معرفة تركيزه قد لا يعطينا او لا نستطيع الحصول عليه بشكل دقيق، ولكن القانون الاول هو اسهل القوانين العملية التي تستخدم في المعمل مباشرة. تحسب التي ام، تنقص منه 10 درجات او 5 درجات، تضبط الجهاز، جهاز البي سي ار لبدء العمل. طبعا في هذا السلايد بعض المصطلحات او بعض الاشياء او المصطلحات الخاصة بالبريمر. كما تكلمنا انه البريمر كونتين جي سي، بمعنى عدد النوكليوتيدات الجي والسي الموجودة في البريمر. لاحظ كيف نحسب التي ام لهذا البريمر. اجي اعد ال اي والتي، واحدة ثنتين ثلاث اربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر احد عشر نوكليوتيد اي تي اضربها في اثنين بتكون 22. اعد الجي والسي، واحدة ثنتين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسعة عشر واضربها في 4. 4 في 10 ب40 زائدا 22 الأولى 62، إذا درجة التي ام 62. عندما أريد أن أضبط درجة حرارة البي سي آر آخذ 5 درجات أو 10 درجات أقل من ال 62. أقول مثلا 57 أو 55 وأبدأ من 55. إذا عندي نان سبيسيفيك أبدأ أرفع درجة الحرارة للتخلص
طبعا الهدف من هذا الشيء أننا أحصل على البند حقي. إذا كان هناك نان سبيسيفيك أبدأ أرفع درجة حرارة الأنيلينج، لأن ارتفاع درجة حرارة الأنيلينج تمنع التصاق البريمر في النان في الأماكن غير الاختصاصية. مصطلح آخر يسمى الرينز، اللي هو وجود نوكليوتيدات في وسط البريمر سي 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 أو جي جي جي. هذه وجود هذه النوكليوتيدات في وسط البريمر يمكن أن تسبب ماس بريمينج أو ارتباط خاطئ للبريمر في الأماكن أو في جزر الجي والسي الموجودة على الدي إن إيه، وبالتالي الحصول على النان سبيسيفيك. يجب ألا تكون هذه الرنز لا تزيد عن 4 نوكليوتيدات مثلا متجاورة سي 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 أو جي جي جي، ويفضل دائما عدم تصميم البريمر في المناطق اللي فيها نوع هذا التكرار اللي هو جي 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 أو سي سي سي، تلافي الأخطاء أو لمنع أو ليكون البريمر هذا جيد، وبالتالي لا نحتاج إلى وقت طويل لعملية ضبط البريمر أو لعملية الأوبتمايزيشن داخل المعمل. المصطلح الآخر يسمونه ريبيت، وهو وجود نوكليوتيدات بشكل تراتبي مثلا تي اي تي اي تي اي تي اي 3 نوكليوتيدات أو نوكليوتيدتين متكررة في بشكل ترتيبي داخل الجينوم. طبعا نفس الحكاية هذه ممكن أن تؤدي إلى ميس بريمينج أو الارتباط الخاطئ، وبالتالي ظهور النان سبيسيفيك. ونفس الحكاية أنه هذا الريبيت لابد أن لا تزيد عن 4 نوكليوتيدات أو تي 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 اي تي اي مثلا لا تزيد عن 4 نوكليوتيدات متكررة. طبعا السبيسيفيسيتي اللي تكلمنا عنها الأول الاختصاصية يمكن قياسها أو يمكن معرفتها عن طريق طول البريمر و السيكونس أو نوع السيكونس أو النوكليوتيدات الداخلة في البريمر. فكلما كان البريمر طويل كلما كانت الاختصاصية أعلى إلى حد معين. بعد الـ30 نوكليوتيد تصبح طول البريمر عمل عكسي وغير لا يسبب الاختصاصية، ولكن يؤدي إلى عدم ظهور البند. قلنا زي ما تكلمنا سابقا أنه هذا الطول يعيق عملية الارتباط أو يحتاج إلى درجة حرارة عالية لعملية الارتباط في المكان المخصص، وبالتالي قد يحصل إعاقة لعملية الارتباط. كيف أتخلص من النان سبيسيفيك؟ أفضل وأسهل طريقة في استخدام الـ NCBI أو مركز معلومات البايوتكنولوجيا العالمية. هذا المركز عبارة عن موقع إنترنتي يوجد فيه جميع النوكليوتيدات التي تم تسجيلها والعمل عليها في جميع أنواع الكائنات الحية التي تم العمل عليها في العالم، ومسجلة كل النوكليوتيدات وكل الأعمال التي تخص السيكونسينج أو الترادفات للجينوم والكائنات الحية الموجودة داخل هذا السيت. هناك نافذة يتم اختيارها هي بلاستينج بي سي ار بريمر أو بريمر بلاست. بريمر بلاست عندما تفتحه يظهر لك مكان الفورورد والريفرس، يقول لك دخل الفورورد دخل الريفرس، أنت تعمل نسخ لصق للفورورد والريفرس بهذا المنطقة، ثم تنزل تحت يقول لك اختار أين تريد أن أطبق لك في أي كائن حي. هل تريد في كل الكائنات الحية أو في الإنسان؟ مثلا إذا أنت تشتغل على الإنسان تريد أن تعرف أنه هذا البريمر بيلتصق في الجين مثلا الأنسولين أو أماكن أخرى، فهو تختار الهيومن يبدأ يعمل عملية السيرش أو البلاستنج أو المقارنة لهذه النوكليوتيدات الـ30 أو الـ25 نوكليوتيد، يعمل لها مقارنة متكاملة مع كل السيكونسات الموجودة داخل هذا المركز، ويعطيك نتائج ارتباط هذا البريمر، كم مقدار ارتباطه في أي وفي أي أماكن ممكن أن يرتبط. من خلال نسبة هذا الارتباط تستطيع أن تحكم هل هذا البريمر صالح أو غير صالح للعمل. طيب بعض الأشياء، بعض المصطلحات أو المصطلح الآخر اللي موجود اسمه سي جي كلامب أو منطقة خطاف الارتباط أو منطقة الكلامب أو الارتباط. طبعا تعتبر الثري برين من أهم المناطق
في البريمر، حيث أن هذا البريمر يرتبط في هذه المنطقة بشكل أو بآخر. لا يمكن أن يرتبط البريمر فيها إلا في الثريبرين، بمعنى أنه إذا كانت الثريبرين مختصة أو متخصصة، الأربع نوكليوتيدات إلى ثمان نوكليوتيدات الأولى من البريمر هي أهم النوكليوتيدات. هذا النوكليوتيدات الأربعة والثلاث النوكليوتيدات الأولى يجب أن تكون متطابقة أو مرتبطة، أو ترتبط ارتباط تام أو كامل مع من مع التمبلت، لنحصل على النتيجة الجيدة. يجب أن تكون هذه الثلاث النوكليوتيدات مكونة من السي والجي والاي والتي. يعني أول نوكليوتيدة يجب أن تكون، أو دائما يفضل، ماشي يجب يقول يفضل أن تكون من السي أو الجي، ثم مثلا سي جي أي جي سي. يعني بالأخير لابد أن تكون النوكليوتيدة الأولى سي، مثلا سي أي جي سي، وهكذا. أن النوكليوتيدة الأولى أو الثنتين النوكليوتيدات الأولى يجب أن يكون جي سي أو جي سي جي. طبعا لا مانع من أن تكون نوكليوتيدات A ولا T، ولكن نقول أنه يفضل أن تكون من السي والجي، لأن هذه المنطقة منطقة ارتباط وتعمل عملية الاستحكام في الارتباط. طبعا هنا بعض المصطلحات الخاصة بالسكندري ستراكشر للبريمر، اللي هو إذا كان هناك طول أكبر للبريمر أو عدم تصميم البريمر بشكل صحيح يؤدي إلى هذه النتائج. الهيربين هو عبارة عن الفورمد فا ترا انترا مولوكولار انتراكشن، عبارة عن الشكل الذي يتم في ارتباط البريمر مع نفسه. طبعا هذا الشكل الأسفل، لاحظ أن البريمر في الثري بريم فايف بريم، في الفايف بريم مع نوكليوتيدات مكملة للجزء الوسطي. يلتف البريمر حول نفسه ويكون ما يشبه حذوة الفرس، أو يسمونه الهيربين. الشكلين الموجودين الأسفل يوضحوا لنا عملية الارتباط، لذلك يجب أن لا يكون البريمر مكمل لنفسه أو مكمل لبريمر آخر. إذا عندما يرتبط البريمر أو يلتف البريمر حول نفسه يسمى هذا هيربين، أو ما يسمى بحذوة الفرس. وهذا تأثيره طبعا بدل ما يروح البريمر يرتبط مع التمبليت، يرتبط بنفسه، وبالتالي يكون له تأثير سلبي على النتائج، وأحيانا يؤدي إلى عدم ظهور الباند أصلا الأصلي حقنا. النوع الآخر أو المصطلح الآخر اسمه سيلف دايمر أو هيمو دايمر، هو عبارة عن الفورمد باي انترامولوكول انتراكشن بتوين ذا تو سيم بريمر، بمعنى أنه هو عبارة عن الارتباط بين البريمرات من نفس النوع. يعني الفورورد يرتبط مع الفورورد والريفرس يرتبط مع الريفرس، بمعنى أنه أنا عندما أخذ واحد ميكروم من الفورورد، معنى أن أنا أخذ 1000 نسخة أو جزيء من البريمر، وأخذ 1000 من الريفرس، بمعنى أن أنا واحد ميكروم، بمعنى أن أنا أخذ 1000 نسخة من الريفرس. لاحظ أحيانا البريمر الفورورد يكون مكمل لنفسه، يعني يوم يجي أخوه البريمر الثاني أو الجزيء الثاني يكون في منطقة تسمح بعملية الارتباط بينهما، ويشكلوا لنا قطعة. هذه القطعة يتم تكثيرها من خلال من الدي ان اي بوليمراز، وتظهر باسم البريمر دايمر. إذا نتيجة السيلف دايمر هي عبارة عن إنتاج البريمر دايمر. هذا البريمر دايمر يكون ناشئ من شيئين، إما سيلف دايمر أو كروس دايمر. السلف دايمر قلنا انه جزيء البريمر الفورورد مع الفورورد يرتبط، او الريفرس مع الريفرس، يكون في هناك ميس ماتش او مناطق للارتباط بينهم، يؤدي الى الارتباط بين الجزيئات البريمر، وبالتالي انتاج الايش؟ انتاج البريمر دايمر. الكروس دايمر هو الشكل الاخر او التفاعل او الارتباط ما بين سينس اند انتي سينس. سينس بمعنى فورورد، انتي سينس بمعنى ريفرس، بمعنى أن البريمر الفورورد يحتوي على نوكليوتيدات ممكن أن تكون مكملة للنوكليوتيدات الموجودة على الريفرس بريمر، وبالتالي تتكون لنا أيضا قطعة صغيرة يتم تكثيرها وتظهر، ويظهر البريمر ديمر. إذا في حالة الهيربين يؤثر أو ربما يؤدي إلى عدم ظهور الباند بسبب تكون الهيربين نتيجة عدم ارتباط البريمر بمكانه. بالنسبة للسيلف ديمر والكروس ديمر، تأثيرهم أنه
ارتباط الفورورد مع الفورورد او الريفرس مع الريفرس او الريفرس مع الفورورد يؤدي الى ظهور البريمر دايمر اللي هو يعتبر من عيوب البي سي ار وجود او ظهور البريمر دايمر. طيب في هذا البريمر في هذا السلايد لاحظ انه عندما يكون البريمر مرتبط ارتباط تام لا نحصل على السبيسيفيك امبليفيكيشن او البند المطلوب. إذا كان هناك جزء من الفايف برين لم ترتبط في البريمر ففي هذه الحالة ممكن أن نحصل على نان سبيسيفيك، ولكن أيضا حصولنا على السبيسيفيك تكون عالية جدا أو مرتفعة. عندما يكون لدينا بعض النوكلوتيدات داخل البريمر غير مرتبطة أو مس غير في معنى فقد أو مس ماتش لا يوجد ارتباط. طبعا البريمر ممكن ان اهم جزء زي ما تكلمنا الثريبرين، مثل ما تكلمنا انه الثريبرين هي اهم جزء. اذا ارتبطت الثريبرين للبريمر وهناك مناطق غير مرتبطة لا توجد مشكلة، ممكن ان نحصل على الامبليفيكيشن، ولكن ايضا هناك احتمال كبير لظهور النان سبيسيفيك امبليفيكيشن. طبعا الجزء الاخير اذا كان البريمر في الثريبرين غير مرتبط يعني غير مكمل التمبليت لا يمكن أن يحصل امبليفيكيشن، لأن الجزء المهم والأساسي في ارتباط البريم هو الثريبرين. طيب نتكلم هنا على الميثود اوف دي ان ايه اناليز اند كوانتيتيشن، طرق قياس الدي ان اي وكيفية ونوعية الدي ان اي. طبعا اول طريقة هي الاسبكتروفوتوميتر. الاسبكتروفوتوميتر زي ما تعرفوا او كما تعلمون انها عبارة عن قياس كمية السوائل او مقدار السوائل داخل او مقدار الجزيئات للمواد المذابة داخل المحاليل عند اطوال موجية معينة. Used to determine the concentration تركيز of substance in the solution، تركيز المواد داخل المحاليل عند طول موجي معين. يتم هذا الطول الموجي خاص specific wavelength. إذا السبكتروفوتوميتر عبارة عن تقنية لقياس تركيز المواد داخل السوائل على أساس الجذب الضوئي أو على أساس مقدار الجذب الضوئي عند طول موجي معين. طبعا الاسبكتروفوتوميتر كان يستخدم سابقا مع الدي ان ايه، كمية الدي ان المستخلصة كانت كبيرة، لكن الآن مع استخدام الطرق والتقنيات الحديثة والكلوم واستخدام السيليكا جل في الاستخلاص كمية الدي ان ايه لا تتجاوز 200 ميكرون. هذه الكمية عندما نريد أن نشتغل عليها أو نريد أن نعمل لها سبكتروفوتوميتر العادية غير مجدية، بمعنى أن احنا ممكن نستخدم العينة كامل في عملية السبكتروفوتوميتر، وهذا شيء غير طبيعي أو غير مجدي اقتصاديا. تم تطوير هذه التقنية وإنتاج أجهزة تسمى بالنانودراب. النانودراب هي عبارة عن أجهزة تستخدم تقنية النانو أو بمقدار النانو. يتم في هذا الجهاز اللي هو كما هو موضح، هذا الجهاز عبارة عن قارئ للتركيز مع هذه اليد اللي هي موجودة، بنطرح نحن عينتنا في هذا المنطقة، منطقة القراءة، نضع الذراع هذه أو نعيد الذراع فوق هذه القطرة اللي موجودة في الوسط ويتم القراءة. طبعا النانو دراب بدل ما كنا نستخدم كميات كبيرة من الدي ان ايه نستخدم 1 إلى 2 ميكرون بالكثير، دائما نستخدم 1 ميكرون قطعة أو كمية بسيطة من الدي ان ايه. لا نحتاج إلى عملية الديليشن أو عملية عمل تخفيف للتراكيز، ويستطيع أن يقيس لنا أكثر من 3700 نانوغرام في كل ميكروليتر، سريعة وسهلة
في الاستخدام. يتم حفظ النتائج مباشرة إلى الكمبيوتر. البرنامج أو الجهاز نفسه يحول الأودي اللي هي اوبتيكال دينستي تو موليريتي، أو إلى كمية بالمولار، كم بالميكرولتر، كم كمية الدي ان ايه، كم نانوغرام، مباشرة يحولها إلى كم بالكمية، كم مقدار من الدي ان ايه نانوغرام في كل ميكرولتر. طبعا بعض المؤشرات على البيوريتي للنوكليك اسيد. بالنسبة للدي ان ايه دبل ستراند بيوريتي، اللي هو نقيس كمية الدي ان ايه عند طول موج 260، ونقسم هذه النتيجة اللي بتطلع على مقدار تركيز الدي ان ايه عند 280. هذه النسبة، نسبة 260 على 280، يجب أن تكون ما بين 1.8 إلى 2. إذا كانت في هذا الرينج يعتبر البيوريتي حقنا عالية، أو مقدار الدي ان ايه الموجود جيد وبنقاوة عالية. إذا زادت هذه النسبة عن 2، بمعنى أن لدينا ار ان ايه في العينة، يعني زيادة النسبة عن 2 دليل على وجود الار ان ايه. قلة عن 1.8، النسبة هذه دليل على أن هناك contamination، أو هناك تلوث في البروتين الفينول والفينول والمواد الأخرى اللي موجودة أثناء عملية الاستخلاص. بالنسبة للسينجل ستراند ار ان ايه، السينجل ستراند او الار ان ايه، القانون نفس القانون، انه البيوريتي للسينجل ستراند عبارة عن نسبة 260 على 280. هذه النسبة لابد أن تكون ما بين 2.2 إلى 2.3. إذا طبعا هذه إذا قلت عن هذا المقدار، معناته أنه لدينا دي إن إيه موجود، أو هناك دي إن إيه موجود وتلوث أيضا بالبروتين والفاينول ومكونات الناتجة أو المكونات الناتجة من عملية الاستخلاص. طبعا الطريقة النتيجة النهائية للنانو دريب تكون بهذا الشكل. لاحظ أنه يعطينا هنا مقدار الكونسنتريشن نانو جرام في كل ميكروليتر، يعطينا أيضا النسب اللي موجودة هنا 260 على 280، 260 على 230. هذا بالنسبة ليش؟ اللي هي التلوث، مقدار التلوث بالدي ان ايه والبروتينات، ومقدار التلوث بالمواد الاخرى. اذا هذه النسبه الان عندما نلاحظ ان 1.86 للدي ان ايه، يعني ان البيوريتي عاليه جدا، معنى ان الاستخلاص بهذه الطريقه كان جيد. الطريقه الاخرى تكلمنا عن الطريقة الأولى سبكتروفوتوميتر في عملية قياس تراكيز ونقاوة الدي ان ايه، الطريقة الأخرى اسمها الإلكتروفوريسيس. طبعا الجل الإلكتروفوريسيس عبارة عن عملية ترحيل أو انفصل أو عزل الجزيئات الصغيرة مثل البروتين اللي هو المايكرو مولوكول، أو الجزيئات مثل البروتين والنوكليك أسيد باختلاف حجم وشحنة وشكل هذه الجزيئات. طبعا عندما نتكلم عن شارج وكونفورميشن، غالبا نتكلم عن البروتين، لأن البروتين يمكن عزله بحسب التشارج أو الشحنة اللي موجودة عليه وشكله الفضائي في المحيط. بينما السيز دائما نستخدمه او غالبا يستخدم مع البروتين والدي ان ايه. الدي ان ايه غالبا نستخدم مع السايز او حجمه امام اللادر، زي ما تكلمنا سابقا. اذا الالكتروفوريسيس هي عمليه عباره عن عمليه فصل الجزيئات مثل البروتين النوكليك اسيد او الاحماض النوويه بحسب الحجم التشارج والكونفورميشن. طبعا
يحمل الدي ان اي شحنة سالبة. لماذا ما هو السبب في حمل الدي ان اي شحنة سالبة؟ وجود مجموعة الفوسفات في ضمن تركيبة الدي ان اي. عندما نعمل ترحيل كهربائي يتحرك أو تتحرك الدي ان اي من القطب السالب إلى القطب الموجب، من القطب السالب إلى القطب الموجب نتيجة حمله للشحنة السالبة. طبعا الجل الأجاروز أو جل الأكريل أميد بغض النظر عن نوع المادة المكونة هو عبارة عن فلتر، عبارة عن شبكة. يقوم الدي ان اي باختراق هذه الشبكة. كلما زاد تركيز الأجاروز كلما ضاقت الثقوب التي يمر أو شبكة الثقوب أو الثقوب الموجودة على هذه الشبكة تضيق، وبالتالي يكون هناك نوع من من الصعوبة في عملية المرور. وكلما كانت الجزيئات كبيرة عبور هذه الجزيئات من هذه الثقوب تكون أصعب. إذا كلما زاد تركيز الأجاروز قلت أو انخفضت حركة الدي ان اي داخل هذه الثقوب أو داخل هذا التركيز العالي من الأجاروز نتيجة صغر الثقوب اللي موجودة على شبكة الأجاروز التي تكونت. طبعا القطع الصغيرة تتحرك بشكل أسرع من القطع الكبيرة. لاحظ إذا شبهنا الأجاروز بشبكة أو بمجموعة من الموانع الموجودة، مثلا مجموعة من الأشجار أو الموانع الموجودة أمام كائنات حية مختلفة في الأحجام، تلاحظ أن هذه الكائنات الصغيرة تتحرك بشكل أسرع من الكائنات الكبيرة. وكلما زاد التركيز أو زاد عدد العوائق الموجودة أمام الدي ان اي يزيد أو يقل أو تبطأ حركة هذه الجزيئات داخل هذه الشبكة. الشكل التالي نلاحظ بستر أو جهاز الإلكتروفوريسيس اللي موجود أمامنا، هو عبارة هذا التانكر اللي نضع فيه المحلول، هذا عبارة عن الباور سبلاي مصدر الطاقة، وفي معانا هنا قطب سالب وقطب موجب. البفر اللي بنتكلم عنه فيما بعد نضعه في داخل الصندوق هذا. هذا عبارة عن الجل اللي موجود معانا في هذه الثقوب، يتم حقن العينات، إيصال الكهرباء أو الباور سبلاي إلى الجهاز، تبدأ عملية الترحيل وانتقال الباندات من القطب السالب إلى القطب الموجب. طبعا الاحتياجات للأشياء التي نحتاجها في عملية الإلكتروفوريسيس هي الباور سبلاي عبارة عن مصدر الطاقة، مصدر الكهرباء، ويرتبط الجهاز الإلكتروفوريسيس. البفر هو عبارة عن المحلول التي المخلوطة أو مخالط المحاليل التي تستخدم في عملية الترحيل، هي عبارة عن مخالط من الماء والأيونات. هناك نوعين، تريس بوريت إديتا اللي هي تتكون من التريس والبوريت والإديتا ويسمى تي بي إي، أو تريس أسيتيت إديتا التي اي اي. طبعا هذا النوعين من اكثر الانواع او اهم الانواع المحاليل او البفرات التي تستخدم في عملية الترحيل الكهربائي. احنا الموجود لدينا الان الموجود لدينا في السوق المحلية هو التي بي اي نتيجة توفر التريس والبوريت والإيديتا، واقل او ارخص او مقارنة بالاسيتيت. البوريك أسيد أرخص من الأسيتات. طبعا هناك مقارنة مهمة يجب إجراءها، أو المطلوب منكم ما هو الفروقات بين التي بي إي والتي أي. مثلا أنا أقول لكم بواحدة منها، أن التي بي إي مع الوقت يمكن أن يترسب بينما التي إي إي لا يترسب. إذا ترسب التي بي إي ما هو الحل؟ يعني معك تي بي إي جلس فترة جيته هذا عملية التسخين للتي بي اي تعيد التي بي اي الى وضعه الطبيعي اللي هو وضع المحلول. اللودينج بافر عبارة عن المادة الملونة. اثناء عملية الحقن لابد ان تكون الماء الدي ان اي او البي سي ار حقنا لها لون، من اجل ان نقارن. هل يعني عندما يتم
حقن البي سي ار اودي ان في الثقب الاول والثقب الثاني والثقب الثالث، كيف نستطيع ان نفرق اين نحن الان؟ في اي ثقب تمت الاضافه؟ هذا اللون يفيدنا او اللودينج بافر يفيدنا في هذا تحديد مكان الاضافه. طبعا اللودينج بافر يتكون من مجموعه او من جزئين اساسيين، الجزء الاول دينس ماتيريال او المواد الخاصه بالكثافه، وهي تتكون من اما الجليسرول او السكروز. هذه المادتين طبعا وظيفته اعطاء ثقل للدي ان اي بحيث انه ينزل اثناء عمليه الحقن. في الثقب يتم النزول او نزول هذه الـ الـ او نزول الدي ان اي والبي سي ار في الثقب المخصص له. اذا to allow the sample to fall into the sample well، يعني هذا الدنس ماتيريال تسمح بنزول العينة أو سقوط أو إعطاء ثقل للعينة، والسمح لها بالنزول إلى داخل الثقب. في تراكنج دي أو اللون، هذا طبعا ممكن أن يكون بروفينول بلو أو كوماسو بلو أو أي مادة أخرى ملونة. هذه المادة تعطي فقط، بمعنى أنه أثناء عملية الحقن في داخل الثقوب أعرف أين أنا، في أي ثقب تمت الإضافة، لا أضع ثنتين عينتين مع بعض في نفس الثقب نتيجة عدم رؤية العينة أو عدم معرفة أين تم الحقن السابق. إذا اللون هو عبارة عن إيش؟ migrate in the gel and allow بازل مونيتورينج، يعني تساعد في عملية الرؤية ومشاهدة الباندات. لو تلاحظوا في السلايد السابق هذا اللون الأزرق، هذا اللون الأزرق اللودينج دي اللي هو أيضا ألاحظ من خلاله أين وصل عملية الترحيل، بحيث أنه لا أدع عملية الترحيل تستمر لفترة أطول، بحيث تخرج الباندات من داخل هذا الجل إلى المحلول المحيط. إذا اللودينج ده يتكون من مادتين دينس ماتيريال تسمح بنزول الدي ان اي والبي سي ار الى الثقوب. التراكنج ده تحدد لنا اين نحن او تعطينا لون ومؤشر لمعرفة مقدار حركة الدي ان اي على الاجاروز او الجل. الحاجة الثانية تعطينا ايضا قدرة على تمييز اي من الثقوب تم حقنها واي من الثقوب لم يتم حقنها. طبعا أثناء عملية الترحيل الكهربائي نحن نحتاج إلى بعض الصبغات لأجل تحديد الـ DNA أو معرفة أين البند حقنا البند. هناك نوعين من المهمين من الصبغات، هي الإيتيديوم بروميد وهذا كانسروجينيتيك أو مادة مسرطنة، وفي السايبر سيف أو مادة السايبر سيف عبارة عن مادة كيميائية ترتبط مع الدي ان اي وتعطي وميض او لون. هذا اللون او هذا السايبر سيف عبارة عن مادة آمنة لا تؤثر على الكائن الحي والانسان. طبعا البندات عندما نتكلم عن البند، هذا اللون او هذا الوميض هو ناتج من ارتباط الاتيديوم بروميد او السايبر جرين او السايبر سيف على أشرطة الدي ان اي التي تم حقنها في الثقوب، وعند تعرضها لأشعة اليو في تظهر لنا بهذا الشكل. طبعا الدي ان اي ماركر، هذا دي ان اي ماركر عبارة عن خليط من الدي ان اي او من قطع الدي ان اي معروفة الأطوال. يعني مثلا انا عارف هذا 100 200 300، هذا 100 200 300 400، انا اطرح هذا الماركر في اول الثقوب او في وسط الجل ليكون مقارنة او معيار، الاحظ من خلاله هل البند حقي موجود. هل مثلا البند حقي 600 بيس بير، لابد ان يكون البند حقي مقابل ال 600، حق البند 800 مقابل ال 800. اذا من خلال هذا الماركر استطيع ان اقول ان البند حقي موجود نتيجة تقابله مع القطعة اللي مطلوبة. طبعا عندما أقوم بعملية البي سي آر أنا لابد أن أكون أعرف أو أكون من قبل
عارف كم طول الـ DNA اللي بكثره؟ كيف يتم معرفته؟ ما هو المحدد الأساسي لمعرفة طول القطعة المستهدفة؟ طبعا المحدد الأساسي أو الرئيسي أو القطع أو طول القطعة هو البريمر، بمعنى أن البريمر الفورورد في هذا الجهة، البريمر الريفرس في هذا الجهة، عملية البناء تتم ما بين البريمر الفورورد والريفرس، إذا هما محددي الطول. إذا عرفت أنا أنه البريمر حقي بيرتبط في النوكليوتيد رقم كذا، والبريمر الفورورد في النوكليوتيد ما بين هذه النوكليوتيدات هي طول القطعة المطلوبة، إذا أنا مسبقا يجب أن أكون عارف القطعة، طول القطعة حقي سابقا نتيجة ايش؟ الأبحاث السابقة أو التصميم. أنا صممت البريمر في مكان معين، هذا المكان المعين هو الموجود داخل الكائن الحي في دي ان ايه الكائن الحي، وبالتالي أعرف أنا أن القطعة حقي بتكون طولة كذا من ناحية ايش؟ من خلال مسافة بين البريمرات، المسافة بين البريمرات. طبعا هناك شيء آخر، بعد عملية الاستخلاص أريد أن أعرف هل الـ DNA موجود، قلنا يا إما سبكتروفوتوميتر أو النانو دراب أو الإلكتروفوريسيس. طبعا بعد أثناء عملية الترحيل يمكن أن يظهر هذا الشكل لدي، وجود هالة بيضاء من أعلى إلى أسفل منطقة الترحيل الكهربائي أو جيل الأجاروس، هذا يسمونه اسمير أو اسميرينج، هذا يكون ناتج عن عملية الإيش؟ عن عملية الديجريديشن للـ R للـ DNA. نتيجة الديجريديشن للـ DNA تظهر هذه الهالة البيضاء، أن هناك DNA متكسر لدي بشكل خط أبيض من أعلى أو من أعلى منطقة من منطقة الثقوب حتى نهاية العيش حتى نهاية الجل. طبعا الأجزاء الصغيرة أو القطعة الصغيرة أو اللي أصبحت سينجل ستراند أو بمعنى ار ان اي أصبحت إيش؟ أصبحت أو تكون دائما في أسفل الأجاروز، بينما القطعة الكبيرة أو الدي ان اي بيكون لدينا أعلى. هذه الهالة البيضاء الموجودة هي دليل على تكسر الدي ان اي. طبعا الطريقة الأخرى أو الطريقة الثالثة لمعرفة كمية ومقدار الـ DNA أو الـ mRNA هي الريل تيم بي سي آر. طبعا الريل تيم بي سي آر هي تقنية حديثة لمعرفة مقدار الـ expression أو إنتاج الجين داخل العيش داخل الكائن الحي. هذه الطريقة تعتمد على حاجة اسمها البريمر، معروف بريمر لأنه بي سي آر. الشيء الآخر اللي موجود معانا هنا